السلام عليكم، مساء الفل. حابب اتكلم النهارده معاكم على طريقه الغاء خدمه من خدمات فودافون الجديده، هي خدمه مشاري راشد العفاسي او اسمها العفاسي. الخدمه دي بتجيب شويه ادعيه لمشاري راشد، وهنشوف مع بعض ازاي نلغيها. هنعمل كود نجمه 1 5 3 نجمه 0 شباك، يبقى نجمة 1 5 3 نجمة 0 شباك، ونعمل اتصال. هيقول لي جاري تنفيذ طلبك. بيجي دي رسالة بعدها، من خدمة بيقول لي: عزيزي العميل، أنت غير مشترك في هذه الخدمة. لو أنت حضرتك مشترك في الخدمة وبيجيب لك رسائل وبتسحب منك رصيد، هنعمل نفس الكود هيجي لك إنه تم إلغاء اشتراكك بنجاح. ولو حضرتك حابب تتأكد إن أنت حضرتك مش مشترك في الخدمة، ممكن تعمل الكود. شكرا ليكم يا جماعة، في انتظار أي استفسار من حضراتكم. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه، ممكن تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. شكرا ليكم.